استاذ مصطفى، انا عايزه يعني استلف منك جمله كنت بتتكلم فيها في كلامك عن محمد رحيم، انه التاريخ هيتكلم عنه. التاريخ هيتكلم عن انه يقول ايه؟ التاريخ هينصفه يقول ايه؟ يعني من هو محمد رحيم في التاريخ؟ الحقيقه انه كل زمن وله مبدعينه. اعتقد انه محمد رحيم التاريخ انصفه، ويمكن الحاضر برضه انصفه، لانه انا ضد المقوله اللي بتقول ان محمد رحيم كان مظلوم او ما كانش منصف اعلاميا. بالعكس، محمد رحيم كان فنان جمهور بيقدر اغانيه وبيقدر نجاحاته. هو صحيح ما كانش كثير الظهور اعلاميا، ما كانش بيختلق المشاكل، ما كانش بيلعب على الترند، ولكن يكفي انه مثلا اغنيه زي انا صبري قليل لشيرين عبد الوهاب، واغنيه زي وغلاوتك لعمرو دياب، اغاني عدى عليها 20 يعني سنه يعني حضرتك ضد فكرة انه بتتصدر مش الترند متقدر، دلوقتي. نعم؟ حضرتك ضد فكرة انه ما كانش متقدر او مات من قهرته طبعا. انه مش متقدر لا او لا لا، حاجات بالشكل ده؟ ده كلام، انا ارى انه ده كلام كله يعني كلام للاستهلاك الاعلامي او كلام بيطلع لحظي وانفعالي. انا محمد رحيم جمعني بيه مكالمة تليفونية بعد الحلقة اللي عملتها عنه من شهرين قال تقريبا. لك ايه وقتها؟ كان سعيد جدا جدا جدا، وقال لي انتوا يعني اديتوني حقي، انت وامجد جمال اديتوني حقي بشكل كبير جدا على مستوى التحليل الغنائي والموسيقي. وهو كان شايف انه الناس اللي بتتكلم في المزيكا على مستوى الاعلام ناس مش مؤهلين او مش دارسين بشكل كبير، فما بيبقاش عندهم قدرة على التحليل ومراجعة وقراية مشروع كل فنان بشكل صح، حقيقي. فهو كان سعيد جدا ان احنا اتكلمنا عنه بشكل مهني وموضوعي ده وموسيقي. حقيقي فعلا. والحقيقة هو الراجل كان سعيد جدا جدا انه الاجيال الجديدة اللي يعني اتولدوا قبل بعد ما اغانيه دي نجحت بيسمعوا اغانيه زي وغلاوتك، صح، بيسمعوا اغانيه زي انا صبري قليل بتاعت شيرين عبد الوهاب، وانه راجع ترند ووتر على تيك توك. حساس. انا يعني بشوف من الاجيال الجديده برضو بيحبوا كل الاغاني دي. طيب اخيرا اخيرا يا استاذ مصطفى، ماذا تبقى من محمد رحيم؟ تبقى من محمد رحيم عشرات الاغاني والالحان الهامه جدا اللي الاجيال بتسمعها ورا بعض. والحقيقه انه المشهد اللي احنا شايفينه ده وعايشينه، زمان كان بيتقال انه الاغاني اللي هتتعمل جديده او في مرحله التسعينات واواخر التسعينات كان في كده نغمه بتنتقد الاغاني دي وبتقول ان دي اغاني خفيفه ومش هتعيش. فمر الزمن وتجربة زي تجربة محمد رحيم كواحد من المبدعين بتوع المرحلة دي أثبتت إنه الناس بتسمع الأغاني بتاعته بعد 20 سنة، وهو حتى مستمر في إبداعه وإنه بيقدم كان أغاني جديدة لغاية آخر لحظة برضو الناس بتسمع الأغاني دي. فالحقيقة إنه الفن الأصيل والحقيقي واللي فيه تعب وفيه إبداع هيعيش وهيستمر، وده اللي يتبقى لمحمد رحيم يعني. وأنا أعتقد كمان إنه فيه أغنية جديدة أصلا كان عملها قريب مع دويتو ما بين الفنان تامر محمد منير حسني. والفنان تامر حسني، الأغنية دي هترى النور قريبا يعني. فدي تبقى أعتقد آخر إبداعاته وأغانيه وألحانه وإسهاماته على مستوى التترات وعلى مستوى الأغاني اللي غناها بصوته وعلى مستوى الألحان، هتفضل مستمرة وعايشة سنين طويلة أوي. انا بعزيك لان انت برضو كنت صديق له. انا بشكرك على كمان على وجودك معانا في كل الزوايا، الناقد الفني الاستاذ مصطفى حمدي.